ولد الشاعر علي بن رحمة بن سالم الشامسي في عام 1930 في إمارة الشارقة، وبالتحديد في منطقة الحمرية. يعد أحد أهم الشعراء المخضرمين ممن عاصروا كبار شعراء ساحة الشعر الشعبي في الإمارات. كان له الدور الأبرز في ضخ القصيدة الشعبية بدم التجديد وفي تأسيس مجالس وبرامج الشعر الشعبي. يرجح البعض أنه قد ولد في العقد الأول من القرن العشرين. درس ابن رحمة وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في الكتاتيب على يد مطوع يدعى سالم بن سعيد المزروعي، وقد كانت الكتاتيب آنذاك مصدر التعليم الأول في منطقة الخليج. نشأ في أسرة متوسطة متدينة محافظة تعتمد على البحر في توفير دخلها. كان والده يملك سفينة غوص للبحث عن اللؤلؤ، الأمر الذي أهله لممارسة المهنة ومرافقة والده في رحلاته للغوص. بدأ ابن رحمة حياته العملية في مهنة الغوص، وكان أيضا طواشا أي تاجر لؤلؤ بينما هو في 17 من عمره. بدأ ابن رحمة في قرض الشعر وهو ابن 15 عاما، كما ذكر في إحدى أمسياته بالمجمع الثقافي 2002. بحكم مجالسته للشعراء في مجالس الشعر والأدب فقد تأثر بهم ونمت موهبته، فكتب الشعر وهو في سن مبكرة، كما رسخ في نفسه مبكرا عشق البداوة والتمسك بقيم المكان وثقافته. وقد كان للشاعر دور كبير في تجديد الشعر الشعبي ومساهمات عديدة في تأسيس مجالس وبرامج الشعر، لكون الشاعر من الذين لعبوا دورا كبيرا في تطوير الموسيقى وشعر الأغنيات الشعبية التي ترجع إلى التقاليد البدوية والفنون البحرية، وتأثروا خلالها بالألحان والأشعار السائدة. تطرق ابن رحمة في أشعاره لمعظم أغراض الشعر الشعبي، وارتبطت معظم نصوصه الشعرية بالمكان سواء أكان حقيقيا أو رمزيا أو خياليا، وإن كان أكثر ما نظم فيه من الأغراض هو الغزل، وقد اشتهر الكثير منها في مرحلتي الثمانينيات والتسعينيات، خاصة بعد أن ارتبط اسمه بالقصيدة الغنائية. وقد شكل فن الون الإماراتي نوعا من المرجعية لديه، ورغم ذلك الارتباط المتأخر إلا أنه حقق فيه شهرة كبيرة. وقد غنى له الفنان ميحد حمد الكثير من قصائده. بعد انهيار سوق اللؤلؤ بحث ابن رحمة عن مهنة أخرى، ففي فترة الخمسينيات عمل في الحرس مدة 30 عاما، حيث كان قد انتقل خلال هذه الفترة من الحمرية إلى الشارقة. وفي الستينيات عمل مراسلا في إذاعة صوت الساحل، ثم عمل في إذاعة الشارقة وشارك في عدة برامج مهتمة بالشعر والموروث الشعبي مثل برنامج في أحضان البادية، وذلك على إذاعة الشارقة. ويعد أيضا من مؤسسي برنامج مجلس الشعراء على تلفزيون دبي في أواخر الستينيات مع حمد خليفة بوشهاب، وكان المجلس يضم يومها عددا كبيرا من رواد الشعر الشعبي في الإمارات كراشد الخضر وسالم الجمري ومحمد بن سوقات ومحمد بن زنيد السويدي وربيع بن ياقوت ومحمد الكوس وغيرهم. ثم شهد برنامج مجالس الشعراء بعض التغيرات نتيجة لرحيل بعض رواد الشعر وابتعاد البعض، ورغم ذلك ظل ابن رحمة في عطائه ومشاركاته في البرنامج إلى أن توقف في أواخر التسعينيات. بعدها شارك في إعداد وتقديم العديد من البرامج الإذاعية الشعبية المهتمة بالشعر والتراث الشعبي. له عدة مشاركات في برامج تراثية في التقديم والإعداد، وشارك أيضا في تسجيل قصائده في عدد من هذه البرامج مثل برنامج فنون شعبية. كان الشاعر علي الشامسي راعيا وحاضنا للشباب ومن أكبر المشجعين لهم، يساعدهم في تنمية مواهبهم ويستمع باهتمام إلى تجاربهم، حيث أنشأ مجلسا للشعر في منزله أسماء مجالس الربيع والذي تجتمع فيه الأجيال الشعرية. كان يدعو في كل عام عددا كبيرا من الشعراء الشعبيين إلى منزله في منطقة فلاح في الشارقة لوليمة ذات أجواء أدبية مميزة، وكانت تلك الدعوة تشمل شعراء مخضرمين وشبابا. ولا شك في أن غرضه من تلك الدعوات هو التأكيد على أهمية التواصل بين مختلف الأجيال الشعرية. دارت العديد من المساجلات الشعرية بينه وبين عدد من شعراء جيله أمثال راشد بن ثاني المطروشي وراشد بن طناف. نجد له العديد من القصائد التي رد فيها على العديد من شعراء جيل الشباب. صدر له في حياته في فترة الثمانينيات عن وزارة الإعلام والثقافة حمل اسم ديوان الشاعر علي بن رحمة الشامسي، جمع وشرح فالح حنظل وضم 25 قصيدة.
كذلك صدر ديوانه الثاني والذي حمل اسم غناتي في عام 1995، وضم عددا لا بأس به من قصائده المغناه وغير المغناه. وسمي الديوان على اسم قصيدة فيه تعد من أشهر القصائد، إذ غناها الفنان الإماراتي ميحد حمد، ولا تزال تبث وتذاع وترددها الألسن حتى وقتنا الحالي. كذلك ديوان نسيم الخليج، يحتوي الديوان على كل قصائد الشاعر التي طبعت في عام 2010، عدد صفحاته 501. قسم الديوان إلى 5 أقسام وهي على الترتيب: قصائد المدح والوطنيات 44 قصيدة، قصائد الاجتماعيات 29 قصيدة، قصائد المشاكاة 112 قصيدة، قصائد التراثيات 13 قصيدة، وأخيرا قصائد الغزل 139 قصيدة بإجمالي 337 قصيدة. قام بالجمع والتقديم الدكتور راشد المزروعي، معتمدا على الديوانين السابقين والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والمذكرات والرسائل المكتوبة التي ساعده في الحصول عليها ابنه. توفي بن رحمة في 1 فبراير عام 2006 عن عمر ناهز 97 عاما. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.